نرحب بكم. تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول لسلامة الأغذية المشترك بين منظمتي الأغذية والزراعة الفاو والصحة العالميتين التابعتين للأمم المتحدة وبين الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد على هامش فعاليات الدورة 32 لقمة الاتحاد الأفريقي. وذكر بيان عن الاتحاد الأفريقي أنه من المقرر أن يضم المتحدثون في المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس رواندا بول كاجامي رئيس الاتحاد الأفريقية المنتهية ولايته ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ورئيس البنك الأفريقي للتنمية والمدير العام للفاو والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية. ويأتي اجتماع قادة الحكومات والممثلين عن المنظمات الدولية لتحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية اللازمة للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمي. للمزيد حول ما يتعلق بهذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور صابر منصور مستشار سلامة الغذاء بمكتب الفاو للشرق الأدنى وشمال أفريقيا. دكتور صابر، نحن حضرتك على إكسترا نيوز، وبالتأكيد المنطقة الأفريقية وهذه المنطقة من العالم ربما يعني تحتاج إلى المزيد من العمل فيما يتعلق بسلامة الغذاء. أهمية هذا المؤتمر هو يعد المؤتمر الأول من نوعه في أفريقيا. أهلا فيكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. مثل ما أشرت سيادتك يعني تقريبا كل الكلام يعني معبر وما شاء الله. بخصوص منطقة أفريقيا أو منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وخصيصا المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، هو يعمل يعني جهد كبير مع كافة البلدان لتطوير نظم سلامة الأغذية فيها. وكما قلت، هذا المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء مثل ما تفضلت حضرتك انه يعني يرنو الى تطوير نظم سلامة الأغذية لتكون اكثر صلاحية في مواجهة الصعوبات والتحديات المتعدية من أغذية غير آمنة. وانتم تعرفون ان الأغذية ممكن ان تكون يعني موضوع للتلوث ببكتيريات وبفيروسات وبطفيليات وكذلك ببقايا مواد مثلا مبيدات او مواد مثلا تبقيات أدوية بيطرية. فمهم جدا أن الأغذية اللي نستهلكها تكون سليمة. ليش؟ لأنه كما تعرفون يعني الأغذية أصبحت مصدر من مصادر المخاطر على صحة الإنسان، وتقريبا يعني 600 مليون حالة مرضية متأتية أو سببها أغذية ملوثة أو أغذية غير سليمة. هذا المؤتمر الدولي هو الأول من نوعه، لأنه كما تفضلت يعني دول المنطقة في حاجة أكيدة إلى التوعية والتحسيس، وخاصة التعهد على أعلى مستوى، حضرتك على أعلى مستوى في الدولة. يعني تعهد سياسي من الرئاسة، من الوزراء المختصين بالعمل على سلامة الأغذية وجودتها، أنه يضعوا سلامة الأغذية في برنامجهم في السياسات الوطنية، ولأهمية سلامة الأغذية في بلوغ مثلا أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. أنتم تعرفون يعني أنه مثلا من هذه الأهداف هو القضاء على الجوع والفقر وحماية الصحة وتطوير مستوى الحماية الذي نريده للمواطنين والمستهلكين، وكذلك بطبيعة الحال تطوير التجارة. هناك أيضا دعم برنامج الأمم المتحدة للعشية القادمة المتعلق بالتغذية. يعني هي فرصة لتفكير دولي وجماعي للتعهد على أعلى مستوى بوضع سلامة الأغذية من ضمن الأولويات لمواجهة التحديات والصعوبات المستقبلية، خاصة في ظروف يعني تنامي أو تصاعد وتيرة التبادل التجاري للأغذية وتبادل الأغذية بين البلدان في المنطقة أو مع الدول الثانية في العالم. وأنتم تعرفون يعني كما تفضلت، منظمة الأغذية والزراعة هي شريك للبلدان مع منظمة الأمم المتحدة للصحة العالمية للدفع ولعمل منظومات سلامة الغذاء جيدة لتحديد أدوار ومسؤوليات التشاركية بين مؤسسات الدولة ومشغلي قطاع الأغذية والمستهلكين والأكاديميين والباحثين. فلا يمكن أن نعتبر الآن أن الدولة وحدها فقط يمكن أن تضمن سلامة الغذاء، ولكن هناك دور ومسؤوليات مثلا لمنتجي ومصنعي الأغذية. وأنتم تعرفون أهمية بناء ثقة بين الدولة ومصنعي الغذاء وكذلك المستهلكين، وأن يكون المستهلك واعي بسلامة الغذاء التي يتناوله، وأهمية أنه يكون يعلم عن أي حالة من الحالات التي يشك فيها،
وله ما يساعد يعني على مزيد الدفع لأيضا الأكاديميين والباحثين أو تحديد المخاطر الجديدة التي يمكن أن تكون في أغذيتنا اليومية. هناك أيضا إرادة من منظمات الدولية ومن كل الشركاء لاعتماد مبدأ مثلا تحليل المخاطر في وضع القوانين والمواصفات الوطنية والدولية. وأنتم تعرفون أن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هم تقريبا يعني أبوي أو بارنت أو والدي الدستور الغذائي أو برنامج الدستور الغذائي الذي يضع مواصفات دولية توافقية تعنى بسلامة وجودة الأغذية في العالم. والدستور الغذائي كما تعلمون هو يعني الفيصل أو دستور عند نشوء نزاعات تجارية تتعلق بسلامة أو جودة مواد غذائية بين البلدان. كذلك أيضا يعني أهمية كما قلنا تحديد أدوار كل المتدخلين في ضمان سلامة الأغذية. أيضا الشفافية يعني مبدأ الشفافية في وضع القوانين في وضع المواصفات في وضع مواصفات أو يعني قواعد الدولة لدى الشركاء الدوليين. تحديث آليات وأساليب تقييم المطابقة أو الفحص والتفتيش والتحليل ووضع المواصفات. أيضا التشجيع على اعتماد المبادئ المثلى للنظافة والتصنيع والاستعمال المضافات أو المبيدات كما قلنا. وعلى ذلك دكتور صابر، نعم على ذلك، هل تتوقعون أنتم في منظمة الأغذية والزراعة الفاو إجراءات معينة ملزمة ونافذة من قبل الحكومات الأفريقية لتحديد الإجراءات ربما لتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الغذاء؟ بطبيعة الحال هي كما قلت يعني هو مؤتمر دولي أول لسلامة الغذاء. هل هناك إجراءات نافذة سوف تتخذ؟ بطبيعة الحال هي بحضور أصلا حضور على أعلى مستوى المستوى الرئاسي على المستوى الوزاري هو دافع يعني جيد أو فرصة جيدة أولا كما قلنا لدعم الوعي والتحسيس ودعم التعهد. فعندما يكون معك سياسي حاضر فهذا أيضا دليل على أنهم يعني مستعدين لوضع هذه الاستراتيجيات ومستعدين للدفع نحو تطوير سلامة الأغذية في المنطقة وفي البلدان. وأنه كما قلنا لا مناص من ذلك لأنه سلامة الأغذية وضمان أغذية على الـ على الـ على الـ على السوق المحلية أو التي يريد البلد تصديرها لأسواق خارجية والتمتع بتوسيع قدراته وتوسيع يعني مجال توزيع المواد الغذائية بتاعه في قطاعات استراتيجية فهذا مناط ب يعني جودة وسلامة للأغذية المصنعة أو الأغذية المعدة. نعم، لكن دكتور صابر هل ترى أن الدول الأفريقية مؤهلة لوجستيا يعني وضع نظام محكم نظام حازم لسلامة الأغذية؟ كما قلنا يعني الدول هل الإمكانيات متاحة ولا يعني لابد لها منظمة الفاو أن تمد هذه الدول الأفريقية بالعديد من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة؟ بطبيعة الحال هناك العديد من الدول التي قطعت أشواط كبيرة في مجال سلامة الغذاء واقتنعت بأهمية سلامة الغذاء وبأن الغذاء يمكن أن يكون في نفس الوقت يعني غذاء يعني دواء وأن يكون أيضا مصدر خطورة فعملت على تطوير نظمها. ولكن منظمة الأغذية والزراعة كما قلت هي حاليا تعمل مع كل بلدان المنطقة أو المناطق الست أو الأقاليم الست، سأتكلم عن أقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أين تعمل الفاو على دعم وتطوير نظم الرقابة على الأغذية في هذه البلدان، دعم استعمال تحليل المخاطر وتقييم المخاطر في الرقي بمعايير سلامة الغذاء. منظمة الأغذية والزراعة تساعد فعليا البلدان عبر عديد المشاريع والبلدان يعني صحيح تطلب والفاو بطبيعة الحال كشريك هي تساعدهم للرقي بنظم الرقابة على الغذاء وإنشاء الثقة والاعتراف المتبادل خاصة بقدرة هذه الأنظمة على ضمان سلامة الأغذية لدى الشركاء الدوليين ولكن لدى المستهلك أيضا الوطني حتى تكون هناك ثقة في سلامة المنتوجات الموضوعة في السوق. نعم، الدكتور صابر منصور مستشار سلامة الغذاء بمكتب الفاو للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.